من تونس. الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، ومن نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونقدم لكم نشرة الأخبار. 48 حالة وفاة و 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 6 جانفي الجاري. تراجع العائدات السياحية المتراكمة بنسبة 64% على امتداد سنة 2020. بموفى شهر جانفي الجاري انقضاء أجل التجميد القصوى لأموال وأصول عائلة بن علي وأقاربه في سويسرا. وفي العالم، الولايات المتحدة تسجل أمس رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. في تطور الوضع الوبائي، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء أمس أنه تم بتاريخ 6 جانفي تسجيل 48 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد-19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5252 وفاة. كما تم تسجيل 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 7808 تحاليل مخبرية. ومن جهتها، أكد وزير التربية فتحي السلاوتي أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ قرار غلق قسم أو مؤسسة تربوية في أي جهة إذا ما استدعى الوضع الصحي في علاقة بكوفيد-19 ذلك، لافتا إلى أن العدوى بهذا الفيروس في المؤسسات التربوية تناهز 1/10 من إجمالي الإصابات على الصعيد الوطني. ووصفت عضو الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل الوضع الوبائي في تونس، وصفته بالخطير، مؤكدة للأخبار أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قد يقودنا إلى إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد. الوضع الوبائي الحالي في تونس نجم نوصفه بالخطير. علاش؟ على خاطر في أكثر الولايات العدد على الحالات اللي معناتها نشيطة في 14 يوم الأخرانيين هي تفوق 100 على 100,000 ساكن، وهذا يمثل وحده مؤشر على أن الوباء قاعد ينتشر بصفة كبيرة، وهو معناتها الانتشار هذا العدوى، والعدوى دونك هذا هي عدوى مجتمعية. وكذلك علاش التصنيف على الوضع الحالي هو وضع خطير، ونجم نقوله كونه خطير جدا على خاطر العدد الحالات اللي قاعدين نتقصوا فيها كل يوم، قاعد كل يوم يتكاثر، وعدد الوفيات قاعد زادة يزيد لينات هزوم. وبالنسبة للإجراءات اللي تنجم تصير، هو حسب التطورات اللي باش نشوفوها في الأيام القادمة، مرتبطة بالتصرفات نتاعنا وبمدى التزام المواطنين بالإجراءات هذية. نجموا نوصلوا إذا كان ماناش باش نلتزموا، كما عملنا تفكير التنقل بين الولايات، كما عملنا حجر الجوالين، نجموا إذا كان باش تتفاقم الأوضاع وباش تخرج على السيطرة نتاعنا نجموا نلتجؤوا للحجر الشامل اللي هو بالطبيعة ماهوش خط أحمر معنا. وبخصوص السلالة الجديدة وإمكانية انتشارها، أكد المدير العام للمركز الوطني شلبي بالكاهية لليقظة الدولية رياض دغفوس أن بإمكان مصنعي التلاقيح ملائمتها مع خصائص الفيروس الجديدة سريعا. هو تو اللقاح اللي خرج بتاع فايزر ومودرنا هذوما اللي بالعراق، هما شي يقولوا اللي عندهم لابوراتوري، يقول لك توك بور لو مومون ما فماش، ما عندهم حتى تاثير. ميوتاسيون اللي صارت هذه ولو كبيره ما عندهاش تاثير، وكان غدوه تصير ميوتاسيون كبيره وتاثر على الفاكسان، يقول لك انا بين 4 و6 جمعات نجم نبدل لك الفاكسان الجديد وردو افيكاس بالنسبه للسلاله الجديده. ما هو لافونتاج نتاع الفاكسان بالعرين هو هذا، هو معناها يجم يبدلوه في سفيسة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة مع اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها. عضو مكتب المجلس نوفل الجمالي.
الوضع الوبائي يصبح خطير ويهدد حتى سلامة العاملين والمتواجدين في المجلس، مش فقط نواب، موظفين، إعلاميين، مجتمع مدني. حكم اليوم سمعته، الله يرحمه إن شاء الله زميلنا مبروك الخشناوي، إن شاء الله ربي يتقبله ويصبر أهله وعائلته. فالوضع أصبح خطير، وبالتالي كان لزاما علينا أن نتفاعل مع هذا ونتخذ قرار. البارح تناقشنا برشا، لكن في نهاية المطاف وقع الاتفاق على أنه ربما أعضاء المكتب يكون عندهم جلسة مع اللجنة العلمية، ويقع صياغة نص لإقرار الإجراءات الاستثنائية يحال على الجلسة العامة للتصويت عليه. هذا وقد عقدت الخلية المركزية للبرنامج الوطني عزيمة جلسة استثنائية لعرض آخر تطورات الوضع الوبائي بالبلاد وأهم الأنشطة المنجزة للتصدي لجائحة كورونا، وفق بلاغ صادر عن مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. تراجعت العائدات السياحية المتراكمة بنسبة 64% لتصل قيمتها إلى 2 مليار دينار على امتداد سنة 2020 مقابل 5.6 مليار دينار سنة 2019، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس. وأشار البنك المركزي إلى أن مدخرات تونس من العملة الصعبة يوم السابع من جانفي الجاري يعادل 162 يوم توريد. بحلول موفى جانفي الجاري تنقضي آجال التجميد القصوى لأموال وأصول عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، ويتم رفع التجميد عنها واسترجاعها دون وجه حق، وفق ما نبهت إليه منظمة أنا يقظ، مشددة بالخصوص على ضرورة الإسراع بإيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية. مهدي الدهش منسق مشاريع بمنظمة أنا يقظ. التجميد هذا في سويسرا بالذات يهمنا اكثر، انه صار مدة 4 سنين، ومن بعد كل عام دولة سويسرا تزيدنا عام كل مرة. اخر تمديد يوصل 31 جون في 2021، هو 10 سنين بعد اول تجميد، هو اخر اجل نجم نسترجعوا فيه الاموال هذه. دونك دولة سويسرا تطلب من دولة تونسية غش مرة باش تعطيها الاحكام باتة ونهائية فيما يتعلق بالاموال هذه باش نجم نسترجع الاموال. المشكلة انه الدولة التونسية ما فهمتش الاحكام هذه ما صدرتش، طول الاجل التقاضي قاعد يعطلنا في استرجاع الاموال هذه. يمكن هيك علاش سويسرا أعلنت في ديسمبر 2020 أنه 31 جون في 2021 هو آخر أجل لاسترجاع الأموال، سينو باش يتم رفع تجميد عليها. لكن على ذلك طالبنا كمنظمة أن يقظ الدولة تلقى حل مع السلطات السويسرية، يا إما في تمديد تجميد ولا تعجيل في استكمال الملفات المنقوصة باش نجموا نسترجعوا بارتي على الأقل من الأموال هذه، والتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد أجل تقديم مستندات وأحكام قضائية، استرجاع الأموال والأرصدة كيف كيف المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة الاتحاد الأوروبي كيف كيف أعطانا أجل 31 جون في 2021 لرفع التجميد. تطرق لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس بقصر الحكومة بالقصبة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى مبادرة الحوار الوطنية التي دعا إليها اتحاد الشغل واستجاب لها رئيس الجمهورية. كما مثل هذا اللقاء فرصة للحديث حول الوضع العام بالبلاد، وخاصة الوضع على مستوى الجهات مع تصاعد وتيرة المطالب الاجتماعية والتنموية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي أن اللقاء تناول جملة من الملفات المطروحة، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بعودة عمل لجنة 5+5 من أجل إيجاد مخرجات لهذه الملفات حسب البلاغ ذاته. وأضاف الطبوب أنه تم التداول في ملف شهداء وجرح الثورة والذي بقي عالقا رغم مرور 10 سنوات على اندلاع الثورة، معبرا عن أمله في أن تكون سنة 2021 سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتنامي الوعي لدى كل الأطراف بروح المسؤولية العالية من أجل إنقاذ البلاد. وانعقدت مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة هشام المشيشي بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة. اللقاء يأتي لمزيد دعم التقارب بين الحكومة والكتل الداعمة لها بالبرلمان، بما يمكن من الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الفعل المشترك. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
أهلا بكم من جديد. في أخبار العالم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم يدعو خلال لقائه أمس في الجزائر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، يدعو واشنطن إلى التزام الحياد على الصعيدين الإقليمي والدولي. الولايات المتحدة تسجل أمس رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 4000 وفاة حسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز. منظمة الصحة العالمية تعلن أمس أن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد كوفيد-19 بين نهاية جانفي الجاري ومنتصف فيفري المقبل، وبدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان الغنية بينها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب يدعو أمس إلى المصالحة بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول أمس الأول، مؤكدا أنه يريد انتقالا سلسا للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يقول أمس في لشبونة إن تركيا مستعدة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع فرنسا رغم التوتر الشديد بين البلدين على صعيد ملفات عدة، مشيرا إلى خارطة طريق وضعت مع باريس. وصول وفد كوري جنوبي إلى إيران أمس للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها طهران الاثنين الماضي مع أفراد طاقمها 20 في مياه الخليج. الصين تتوعد الولايات المتحدة أمس بتدفيعها ثمنا باهظا إذا زارت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تايوان في الأيام المقبلة، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق. 7:11 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلوي، وأخرجه إذاعيا طاهر سوسية وتلفزيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: 48 حالة وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 6 من جانفي الجاري. تراجع العائدات السياحية المتراكمة بنسبة 64% على امتداد سنة 2020. بموفى شهر جانفي الجاري انقضاء أجل التجميد القصوى لأموال وأصول عائلة بن علي وأقاربه في سويسرا. وفي العالم، الولايات المتحدة تسجل أمس رقما قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. مشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حاتم بن عمارة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.